صديقي العزيز عمر عبد الله هو ضيفي في الفقره الثانيه من سوبر ليج النهارده. مساء الفل يا فندم. مساء الفل يا احمد. فينك يا بيه؟ والله ليك وحشه. انت عارف يعني ايه كابتن حسام الحاج علي يقول لي ان فوز الترجي على الاهلي اسهل من ان اليوفي ياخد يوروبا ليج مع اليجري؟ عارف ده معناه ايه؟ دي حقيقه. انا اتفق على اي حاجه في السياق ده. يعني ازاي يا اخي؟ الراجل نسي الكوره. نسي الكوره؟ اه. حد بينسى الكوره؟ اه طبعا. كرة فاتته. خد بالك الكرة دي اسهل حاجة تتنسي. الكرة دي علم بيتطور يوم بعد يوم. لو ما واكبتش هتبقى أليجري. عارف لو ما شربتش اللبن هتبقى زي عمه كده. لو ما واكبتش هتبقى زي أليجري. يعني انت عايز تقولي ان كونتي اتطور وأليجري لا؟ اه طبعا طبعا. كونتي على فكرة يبدو رجل صارم الافكار ولا يحيد عن 3-5-2، لكن ده شكل رقمي. لكن اللي بيطبقه في الملعب كونتي اكثر حداثة بشكل كبير جدا من ماسيميليانو أليجري. وحتى بص الراجل ده من 5 سنين. الله العظيم ده من سنتين. اقلب الكلام ده كله، اعكس الكلام ده كله. ده من سنتين مش من 5 والله. كونتي يا عم كمل يا بيه. ده من سنتين مش من 5 والله. يعني احنا اسفين يا كونتي. بص هو راح الانتر فمش عارف اقولها قوي. يعني طبعا يعني احنا اسفين يا كونتي. طبعا أليجري خد بالك. حتى قولها في وش الكاميرا، احنا اسفين يا كونتي. لازم كده. ما اقدرش. لازم. ده راح الانتر. ايه المشكلة طيب؟ لا اله الا الله. ايه المشكلة؟ لا بس هو بص خلينا نبقى متفقين يعني ان أليجري 2018 ملوش اي علاقة بأليجري 2022 و2023. لان حتى بقول لك هتبان في تطور اللعيبة فرديا. يعني بص كلوسوفيسكي مع كونتي في توتنهام، وكلوسوفيسكي مثلا مع أليجري. بص على فلاهوفيتش ما قبل ما قبل أليجري، وفلاهوفيتش ما بعد أليجري. بص على كيزا رغم ان الاصابه اثرت. بس حتى اللعيبه الانديفيدوال. عشان كده انا مش مع فكره اصل والله الايكواليتي. على اقل تقدير نافس على الدوري واصعد دور 16. مش هقول لك خد شامبيونز ليج، عدي المجموعات. طب هو في النهايه ممكن ياخد تاني. وصل لقبل نهائي الكاس وخسر من انتر، مش من فريق عادي يعني. وفي اليوروبا ليج يمكن ياخدها. يعني الوضع الحالي رقميا مش بشع. بس في النهايه هل كان في الامكان افضل مما كان؟ طبعا طبعا. هو مع كامل الاحترام لنابولي التتويج بلقب الدوري، عشان نابولي متميز جدا وعشان الثلاثه ضاربين غطس. يوفنتوس كان الوحيد اللي عنده القدره ان هو يدوس مع نابولي، بس هو طبعا عشان الظروف اللي هو فيها. هو مش قصه 15 نقطه ده، يعني فريق اتغلب من المونزا. فيعني الموضوع لا لا على الهزائم فيه كتير. كل انواع الفرق. الموضوع صعب جدا يعني. فهو فاته القطار يعني. اليوفي بمدرب تاني مع السكواد ده يوصل لمراحل افضل بكتير بكتير. اقل تقدير هتبقى هيد تو هيد على لقب الدوري. سيبك من اوروبا لانها عقده بقى لها 30 سنه. بس على اقل تقدير هتبقى هيد تو هيد في الدوري. هو الحل انها تتحول لسوبر ليج. يعني غيروا بس اسمها. يعملوا حاجه كده. غيروا عتبه. وهي هتفرط يعني. غيروا عتبه يعني. انت عايز زيدان صح؟ 100%. عشان كل بقى زيدان عايز اليوفي بالمناسبه. وده الخبر اللي طلع طبعا من راديو مونت كارلو من فتره، ان هو خلاص بدا يلغي كل المشاريع. هو كان امله على فرنسا، الموضوع خلاص انتهى. فبدا يلغي كل المشاريع وشايف ان هو يوفنتوس هو الهدف، هو التارجت بتاعه. لان خد بالك سكواد يوفنتوس مغري برضو. انت هتدرب كيزا، هتدرب فلاوفيتش، هتدرب دي ماريا هيقعد معاك سنه كمان. هتدرب يعني عندك بوجبا لو رجعته ممكن يبقى فيه باريدس برضو راجل بطل عالم. يعني في الكواليتي يعني مغري شويه. كوادرادو لسه موجود. بريمر بوتنشال برضو كان احسن مدافع السنه اللي فاتت. اقصد ان في هنا مغالطه منطقيه بتواجه جمهور اليوفنتوس، ان هو اللعيبه وحشه فهو يعمل ايه؟ لا، وانا اقول لك الصح بقى، ان اللعيبه وحشه بسببه. اللعيبه دي لو مع مدرب تاني هيعرف يطلع احسن من افضل ما فيها. صحيح. فزيدان هو النقيض تماما من أليجري. مدرب متطور اكثر حداثه، عنده القدره على تطوير اللعيبه، مقنع ومبهر للاعبين. وانا كنت خايف برضه من السنتين اللي قعدهم، لان واضح ان الركنه بتاثر. طبعا. كونتي ايه؟ كونتي طبعا. كونتي على فكره اكثرهم، مش اكثرهم تطورا، رجله في الملعب. بس هو الحاجز النفسي اللي ما بين جمهور يوفنتوس وما بين كونتي تحديدا. لان برضه فكره كونتي غير ليبي. ليبي درب في التسعينيات ورجع يوفنتوس تاني 2002 2003 وكسب في المرتين وكسب. بس الـ 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 الاحتقان ما بين يوفنتوس انتر لم يكن موجودا بالشكل اللي هو موجود بيه بعد الكالتشوبولي. الامور بدات تكون اكثر حساسيه. لا يعني. وحاجه تانية، ليبي راح فشل في الانتر. وجه اليوفي نجح. هو حاسس بفضل اليوفي عليه طبعا، واليوفي حاسس ان له فضل على مارشيلو ليبي. لكن كونتي نجح في انتر ونجح في تشيلسي ونجح مع ايطاليا ونجح في كل حته يعني. فهو هيرجع. انا جاي انقذكم. طيب. تاني كويس. ادي عمر عبد الله بيقول اهو في تاريخ 1 مايو ان كونتي يرجع هينقذ الفريق. جه بقى بعدها بسنه راح شطم الاداره، عايرهم ان هم ما جابوش لعيبه، عمل اللي يعمله خلاص. الراجل ده ما غيرش كلامه بقى لحد دلوقتي. رقم 1 زين الدين زيدان. ماشي يا فندم. طيب
نخش على دوري ابطال افريقيا، لانه زي ما اتكلمنا مع كابتن حسام الحاج علي كان عنده قراءه فنيه انه الاهلي اقرب من الترجي، الوداد وصن داونز شويه اميل لصن داونز، لكن كان رد فعل جمهور الاهلي ليس له علاقه بلقاء الرجاء اللي كان تقريبا من القاهره، الامور كانت شبه محسومه، لكن فجاه كان هناك حاله من الغضب العارم المفاجئ الجماعي تجاه ديانج، مش من مباراه الرجاء لكن من فتره. ديانج قال مروان عطيه اثبت كفاءه اعلى، بيعمل حاجات اكتر، ديانج اللي كان مثال بيتم ضربه في خط وسط الملعب في اي مباراه كبيره في الدفاع او في الهجوم يتم الان انتقاده بشكل عنيف شويه. هل الانتقاد على حق او لا؟ ده السؤال اللي هنحاول نجاوب عليه مع عمر عبدالله. اتفضل يا فندم. الانتقاد على حق؟ على حق. يقلل من امكانيات ديانج؟ لا، ما يقللش من امكانيات ديانج. طيب خلينا بمنتهى البساطه كده نبدا السلمه الاولانيه، ان كل لاعب هيتالق وهيديك افضل ما عنده في المركز اللي هو بيجيد فيه. تمام. طب هل احنا تغير مركز اليو ديانج؟ ما هو برضه هو في خط النص يا عم، ما لعبناهوش جناح يعني. كويس. ما لعبش قلب دفاع. لكن هنا الواجبات، وهنا اللي ما صنعه جوارديولا في عالم كره القدم، وهي ان الوظيفه تتغلب على المركز. انت وظيفتك ايه؟ واجبات اليو ديانج تغيرت تماما من حقبه موسيماني مثلا اللي تالق فيها بشكل كبير جدا، والحقبه ما تلتها لحد سواريش اخر حاجه، لان السنه اللي فاتت او الموسم الماضي بعد ما سواريش ادى الاجازه لكل لعيبه النادي الاهلي، اللاعب الوحيد اللي فضل واقف على حيله في الفريق كان اليو ديانج. ماشي. اللي حصل ان واجبات ديانج نفسها اتغيرت، فبدا الراجل يلعب في حته مش هقول مش بتاعته، بقى في وظايف مطلوبه منه مش دي امكانياته، بس دي وفقا لرؤيه او استراتيجيه المدير الفني الجديد. بمعنى ان موسيماني كان راجل بيلعب كوره فلات، بيلعب باربعه، وهنا احنا مش بنقول مين انجح من مين، احنا بنشرح الراجل كان بيلعب باربعه واحد خمسه، فهي الفرقه مقسومه في خمسه قدام فاتحين الملعب وفي اربعه ورا بيحضروا، هو لاعب واحد ارتكاز ديستروير اللي هو كان اليو ديانج هيجيب لي السكند بول، دي وظيفه اليو ديانج. ماشي. عشان كده تعالى نشوف احصائيات اليو ديانج في الموسم اللي فات. يلا قضى فيه اكثر من 80% بيتسو موسيماني، كان لعب 20 مباراه، استعاد الكره 147 مره، هو الاول في النادي الاهلي. التدخلات الناجحه 20، هو الاول في النادي الاهلي، والفوز بالكره من المنافس 215 مره، هو الثالث في الاهلي. فبالتالي انت بتتكلم في لعيب واجبات واضحه، انت راجل دستروير هتجيب، بس اقطع يا ديانج، اقطع ديانج، اقطع ديانج. لما جه مارسيل كولر هو عايز راجل بيبدا وبيطلع بالكوره على الراجل رقم 6 بتاعه. ديانج مش بصير. طب الكارثه بدات منين؟ تعال نشوف الحالات اللي معانا ارجوك، عشان تبدا تشوف ان بدا ديانج ما يبقاش ديانج من اول هنا. مباراه فلامينجو في كاس العالم للانديه، ديانج حل بديلا في الدقائق الاخيره. ماشي. مش دي مدرسة موسيماني. موسيماني كنت هتلاقي الراجل اللي هيستلم الكرة ده يروح لاعب الطويلة قدام عشان فيه 3 4 5 لعيبة قدام. كولر مش كده، كولر لا، انا هبدأ واطلع بالكرة من تحت على الراجل رقم 6 بتاعي، حتى وانا في الدقيقة 90، حتى وانا مغلوب، حتى وانا مضطر نهاجم. عمل كده مع ريال مدريد، وعمل كده مع الزمالك، وعمل كده مع فرق، عمل كده مع كل الفرق. حلو. فبالتالي اللي يمشي على ريال مدريد يمشي على اي حد. فلما جه هنا ديانج عشان يرجع يبدأ الكرة يستلم ويبدأ من تحت، ماشي بقى الحالات اللي معانا، الراجل عمل الكارثة الشهيرة جدا ان هو لما لعب الكرة مررها لجابرييل باربوسا او جابي جول اللي احرز الهدف الرابع لفريق فلامينجو. فمن هنا بدات ديفوهات اليو ديانج. هو انا راجل مش هعرف اطلعك بالكوره، فبدا يبقى في سبوت شويه على اليو ديانج. فجت في مباراه الهلال كررها مره ثانيه. هنا بص انا جايبها لك من الكاميرا الثانيه، هو المفروض الراجل هيخرج عليه، فالباص هيبقى على قلب الدفاع او على الراجل لاعب الوسط اللي هو كان ساعتها رقم 8 مروان عطيه، كان بيلعب 8 ما كانش بيلعب 6، لكن التبرير الخطا ما راحتش ولا لياسر ولا لمروان، فتم احراز الهدف في مرمى النادي الاهلي. فبدا مارسيل كولر يفكر، فجاء اكتشاف مروان عطيه في المركز رقم 6. خلاص يا جماعه ده الراجل اللي هيطلعني بالكوره، فانا هحاول ديانج لفين؟ 8 8 بوكس تو بوكس يعني. بالظبط. 8 ده عنده حاجتين، واحده من اهم مراحل تطور الهجمه وهي ما بعد البيلد اب، البروجريشن، الاتاك، الفينش. انت في مرحله البروجريشن دي اصعب مرحله، او تطوير اللعب من مرحله البناء لمرحله تطوير اللعب للهجوم، او على اقل تقدير هستخدمك كبول كارير، لعيب تاخد الكوره وتروح. فتعال نشوف وهو بيلعب 8 في مباراه الرجاء، ماشي بقى الهجمه معانا، مروان عطيه هو اللي هناك الراجل رقم 6 ده اللي بدا يستلم الهجمه، الكره اتدورت، استلم محمد هاني، نزل له بيرسي تاوي الجناح، ثانيه واحده ارجع بس فريم اللي ورا، ده اليو ديانج. في الطبيعي وتركيبه رقم 8 الجناح لما هينزل 8 هيروح مكانه على طول. صحيح. فلما لعب له هاني الكره هو الراجل هنا ممتاز في الالتزام، بس هنا الامكانيات. هل امكانيات ديانج انه يروح في هنا واحد على واحد؟
مش بتاعته. فاللي حصل ان هو راح قلبها معركة بدنية، ماشي بقى الهجمة، قلبها معركة بدنية في موقف 2-2 او 3-2، فهو موقف رقميا ممتاز، لكن الكرة اتخطفت لان الراجل ده ما بيعرفش يلعب على الخط. ماشي الهجمة تاني معانا هتلاقي نفس القصة، وانا في نص الملعب ادي الاثنين التمانيات بتوعي ديانج والسولية، مجرد ان انا عايز اخرج بالكرة من الحتة دي، السولية هيمرر لأليو ديانج، أليو ديانج اتضغط عليه مش بتاعته، اتخطفت منه الكرة دي، وصلت لحد حدود منطقة الجزاء، اضطر أليو ديانج نفسه يعمل فاول على حدود منطقة الجزاء، كانت تسديدة النهيري الخطيرة في اول دقائق مباراة الرجاء. فبالتالي مستواه نزل، طبعا مستواه نزل، ولكن مستواه نزل عشان هو مقصر؟ لا، بس عشان الواجبات اللي كلف بيها مش بتاعته. ليها حل من اتنين. ما هو انا عندي هنا حاجتين. أوكي. انا بحط نفسي في الطرف الاخر عشان يكون في ما بيننا وبين بعض اختلاف وجهات النظر حتى لو انا معاك. يعني هو اولا ده كده لعيب كره مش مكتمل، يعني تمام. مش كامل تمام. بالنسبه لاي حد اللي ما يعرفش يعمل ده ما يعرفش يلعب. والحاجه الثانيه، انت هنا بترسم سيناريو في مكان اخر شبه اللي بيحصل مع قفش في المنتخب المصري او مع الاهلي، انه عند مرحله معينه انت ما قدرتش تسيرها فانت بره. بالظبط، ما هي الفكره في كده، قدرة اللاعب على التطور والتكيف في أي مكان. انت ضربت مثل بأفشة، أفشة هل في خلاف على قدرات أفشة ومهارته؟ لا طبعا، 4-2-3-1. وعلى فكرة هو مش عيب في اللاعب نفسه على قد ما في طبائع لاعبين كده. يعني مثلا مسعود أوزيل بعد 4-2-3-1 ما اختفت، هو نفسه اختفى، هو لم يتمكن من التكيف في طريقة لعب تانية. عكس دي ماريا كان جناح صريح، لما جه أنشيلوتي حطه ثالث في نص الملعب تكيه. انا بس بالظبط كده، هي القصه كده. امام عاشور لما جه من الجناح لتمانيه قدر يعمل اللي ديانج مش قادر يعمله. فهو انت بتتكلم في ان هو لاعب مش كامل، هو لاعب مش كامل ولا ينتقص منه، لانه بمنتهى البساطه لو كامل كان يبقى كانتي الراجل اللي بيقطع صحيح. ويكمل لحد جوه ال 18 فوجوده على الدكه هيبقى منطقي، وان مروان ياخد مكانه منطقي. بالظبط، كنت لسه هقول لك وفقا لحاله الثلاثي كمان اللي معاه، لان حمدي فتحي لما اتطور بقى واتحط في الحته اللي كولر طلبها منه بقى ثالث هداف في الاهلي. فبالتالي عندي لعيب هنا استجاب، وعندي لعيب هنا مش قادر يستجيب. فبالتالي هو في هبوط في مستوى ديانج، ولكن ليس تقصيرا منه وليس تقليلا من امكانياته. نسيب برضو الهامش، يعني نسيب برضو الهامش للجمهور، انه في النهايه ديانج طول بعرض، ففي الكرات العرضيه هيبقى اقوى من الثلاثه لو اتمرن عليها وبقى شغال هنا. فهو امكانياته الجسمانيه تساعده على حاجات، لو هو على الارض مش قادر ممكن في الهواء يلاقي. بس انت قلت الجمله مهمه جدا، لو اتدرب، لان مفيش لعيب يا جماعه هيصحى مهما كانت قدراته. ما حمدي ما كانش على الارض قوي، وبعدين بدا يتطور واحده في الثانيه بالظبط، عشان هو استغل ده. وحتى في الناحيه الهجوميه حمدي ما كانش لاعب هداف، هو كان لاعب بيزاحم، لكن بعد كده اتطور بشكل كبير جدا في ضربات الراس. طيب، وبدا يبقى لاعب مؤثر جدا في الجزء الهجومي. طيب، قبل ما نسيب الاهلي، في مجموعه من الصور عايز افرجها لعمر عبد الله زميلنا احمد نصر في الاعداد، مجاز شويه صور كده ليها علاقه بقصه معينه، فانا عايز اساله هل الصور دي تحمل اي معنى من اي نوع في كره القدم، ولا هي مساله افوره، انفعال جماهيري، اشاده بحاجه عاديه بتحصل في الكره ما ينفعش ان احنا نكبرها اكتر من كده. مباراه الاهلي مع الرجاء، ضربه الجزاء، شو هي ده محمد عبد المنعم وهو بيمارس تعبير السوشيال ميديا الكلاحه، تعبير الاستوديوهات الغتاتة الكروية على اللاعب الرجاء. الأول احنا قدامنا على شاشة المشهد، الأول قال الحكم مش عارف واتفر وبيقول ايه، يعني مرة الكرة مش في مكانها بالظبط كده، رجعها مكانها. وبعدين اللي بعدها قالوا لا على فكرة ده في حاجة، اللي بعدها فضل عامل نفس القصة دي مرة واثنين وثلاثة واربعة، والحكم يقول له يلا بره، يلا عدي الخط، يلا مش عارف ايه. فخد المشهد ده حوالي 6-7 ثواني قبل ما ضربة الجزاء تنفذ، فضاعت ضربة الجزاء. نكمل بقى الصور مع بعض كويس. المشهد ده شفناه عند كائن الهالند جورتسكا، اللي قال على هالند كلام يعني ما قال لك انه يعني بيعمل شوية حاجات ملاش علاقة بالكرة عشان يشتتنا وبتاع، الله اعلم كان هنا الدنيا اخبارها ايه، لكن في المهم يعني قعد يغتت برضو، الكرة مش في مكانها، الكرة مش عارف، راح شال الكرة وقعد يعمل شوية حركات لغاية ما هالند اهدر ضربة الجزاء وضيعها. يعني هذه الامور هل هي افوره زياده عن الحد والمشهد عادي وكان ممكن البلن يدخل وعادي جدا، ولا امور تفرق في ضربات الجزاء؟ بتفرق طبعا، هي محاوله اجتهاد من اللاعب اللي بيشوش على تفكير منفذ ضربه الجزاء، بس ممكن تدخل عادي جدا. يعني اتذكر فيما اتذكر
طيب ذكر الكابتن كريستيانو رونالدو الذي لا يتأثر. صحيح. في ضربة جزاء سانتياغو برنابيو الشهيرة لمايكل أوليفر لعيبة يوفنتوس فضلت تحفر في نقطة ضربة الجزاء والراجل ولا هو هنا. صحيح. حطها وراح حاططها في الثمانيات عادي جدا وزي السلام عليكم. فهي بتبقى محاولة. لكن هنا قدرة اللاعب على التكيف. أنا 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 مع إن اللي عمله عبد المنعم أثر تماما على لاعب الرجاء واللي عمله جورتسكا أثر على إيرلينج هالاند. بس هل هتفرق بقى ان هي ممكن تاثر على كريستيانو او على ميسي؟ هنا خبرات اللاعب المنفذ. لكن صحيح. هي في لكن التصرف مهم. طبعا مهم طبعا ومطلوب بالمناسبه. بمناسبه على ذكر كريستيانو كان إيميليانو مارتينيز بيتكلم من كام يوم على فكره انه في البينالتي اللي ضاع من برونو فرنانديز في مباراه شهيره جدا بينهم وبين بعض كان عمال بيضايقهم في الملعب بنفس الطريقه لكن بكلام. يعني قال لي كافاني وليه كريستيانو ما يشوطش معنا برونو وقعد يحاول يوتر الاجواء ويوتر الدنيا لغايه ما في النهايه برونو ضيع الكوره بعد 25 ضربه جزاء ما كانش ضيعهم برونو حط الكوره بره. فده الموضوع يعني. فيبدو ان المساله هنا مهمه. طيب في الدوري البرتغالي بورتو وبنفيكا لسه الصراع مكمل ما بين الفريقين. فرق الاربع نقاط موجود بعد ما بنفيكا كان فارق كتير خد له هزيمتين فقرب الفارق. لكن في هذا الاسبوع فاز بورتو وفاز بنفيكا واستمر التفوق لصالح بنفيكا بفارق الاربع نقاط عن بورتو. فتعالوا نشوف اهداف الاسبوع واللي حصل في الدوري البرتغالي ونرجع نكمل الكلام مع حضراتكم في سوبر ليج. بورتو حقق الفوز على بوفيشتا بهدف دون رد وبنفيكا حقق الفوز على جيرفي سنتي بهدفين دون رد. فنشوف الاهداف ونرجع نكمل الكلام. في مباراه كانت واحده من اهم المباريات في تاريخ المكسيك فازت فيها على المانيا في كاس العالم 2018 والمباراه كانت بقياده اوسوريو المدير الفني الحالي للزمالك. المباراه دي كانت مهمه للمكسيك لكن اسيء فهمها بعد كده بالنسبه لاوسوريو لانه اتبنى على اوسوريو انه الراجل لعب المباراه دي قدام المانيا على التحولات فاذا هذا الرجل بيلعب اغلب الوقت على التحولات فاذا الطبيعه الخاصه بالزمالك في قدم المواعيد في الدوري في السوبر في اي مكان هي قائمه على التحولات. الاخبار اللي جايه لنا في سوبر ليج من معسكر نادي الزمالك من تدريبات نادي الزمالك انه اوسوريو شغال دلوقتي مع اللعيبه على مسألة كيف تتحكم في الكرة ازاي تلعب على الاستحواذ. الراجل عمال بيعلم حاجات كتير جدا في وقت قليل. يمكن يبقى عيب انك تعلم اللعيبة حاجات كتير تبقى عايزها في الكرة وتبقى طالب انه اللعيبة تستوعب كل ده في وقت قليل وده يدل على انه اللي فات مفيش. في صورة انتشرت لي في اليومين اللي فاتوا هو في الملعب وحاطط قلمين واحد ازرق واحد احمر في رجليه من ورا والصوره يعني كان بيبان انه الراجل يهتم بالتفاصيل. لما سالنا ده معناه ايه فقال لك ان القلم الازرق ده بيكتب بيه الايجابيات اللي هو بيشوفها في التدريبات والقلم الاحمر ده بيكتب بيه السلبيات. فلو انت في تمرين الزمالك ولقيته بيطلع القلم اليمين اعرف ان في مشكله ولو لقيته القلم الازرق القلم الازرق ده هو يعني القلم الازرق بيخلص واضح ان هو شايف ايجابيات كتير كويس والله كنت لسه اقول لك يعني وان شفته مد ايده ورا رجليه الشمال اعرف انه انت بتلعب كويس او الامور ماشيه كويس معاك في التمرين ده بالنسبه للاعيبه الزمالك. نخش بقى في التفاصيل اللي في الكوره. هو حاجه مهمه جدا انت قلتها وهي ان مباراه المانيا على قدر ما هي كانت مباراه ايقونيه للمكسيك والهيرفيج لوزانو بطل طبعا بطل ايطاليا الكالتشيو اللي راح بعد كده نابولي بسبب المباراه دي تحديدا يعني والله. الا انها ظلمت اوزوريو كتير جدا وظلمته حتى عندنا هنا في مصر لان كل الناس راحت ده الراجل اللي كان ماسك المكسيك في ماتش المانيا فاكرين ماتش المانيا يا جماعه فاتبنى قناعه ان الراجل ده هو رجل التحولات. لكن هي الحقيقه انه على النقيض تماما ومن كتر ما المباراه دي على النقيض هو كان له انترفيو شهير جدا حتى زميلنا محمد عماره كان جابه وقال ان انا يا جماعه استعديت للمباراه دي بشكل مختلف لانها صحيح. عكس قناعاتي انا مش كده هو راجل بيعتنق فكر كوره كرويف ورينوس ميتشلز والاستحواذ والاربعه 3 3 والاربعه 1 4 1 حتى نفذها مع الزمالك في اول مباراتين. فهو راجل دائما يميل للاستحواذ على الكوره الخروج بالكوره اللعب الضيق. لكن مباراه المانيا كانت تستدعي منه نمط معين وهنا كويس. بنتكلم في ميزه ان هو على قدر ما هو مدرب فيما يطلق عليه مدربين الاسلوب الا انه عنده لحظه ادراك للحقيقه انه غير الاسلوب ما عندوش مشكله وده اللي عمله في مباراه المانيا. تعال نشوف معانا خريطتين كده سريعا تقول لك دي مع المكسيك اوكي انا الاهم عندي الاسهم عشان نشوفها حتى كمان بتطبق ازاي مع الزمالك دلوقتي.
الأربعة تلاتة تلاتة اللي تتحول لأربعة واحد أربعة واحد. بص على الراجل فيلا، الراجل رقم 11 الجناح، والسهم اللي محطوط عليه ان هو ازاي بيدخل تاني في العمق كمهاجم عشان يخرج الراجل رقم 7 لاين يبقى هو الجناح مع تحرك من هرنانديز يمين وشمال، اللي هو خافيير هرنانديز تشيشاريتو يمين وشمال، وساعات يسقط للعمق لتفريغ المساحة. التحركات دي مهمة جدا لينا في مستقبل الحالات اللي هنشوفها. نشوف الصورة اللي بعديها. يلا. وده نموذج مصغر للخروج بالكرة بتاع أوزوريو. دائما وأبدا الربط ما بين قلب الدفاع اللي طالع بالكرة، المهاجم اللي احنا قلنا ان عنده حرية ان هو يسقط، مع الراجل رقم 16 اللي هو المفروض رقم 6، مركز رقم 6 في الملعب. بس بص التنويع عليه يا محمودي، ان عندك 11 6 4 9 7، كل دول في الناحية الهجومية. الشكل اشبه باربعة واحد اربعة واحد شوية، ان هو واحد بس ثابت على الدائرة وقلب الدفاع مكمل على نفس الخط بتاعه عشان يبدأ الهجمة. فبالتالي هتلاقي دايما الراجل رقم 9 والراجل رقم 7 في الناحيه البعيده سواء كانت يمين او شمال، هو احنا هنا جايبينها ان هو بادئ من ناحيه اليمين، فالناحيه العكسيه الشمال هي اللي فاضيه. لو بادئ من ناحيه الشمال هتلاقي الناحيه اليمين هي اللي فاضيه. تعال نشوف في مباراه، المباراتين اللي لعبهم أوزوريو مع الزمالك كيف يطبق هذا الاسلوب. ولكن قبلها تعال نشوف مباراه المانيا اللي اتظلم فيها ان هي مباراه تحولات. هي قصه مش قصه تحولات، هي قصه ان الراجل دايما خطوطه قريبة من بعض، ومباراة ألمانيا كانت استثناء. بس بص حتى في مباراة الاستثناء هو وفي للعقيدة. أنا ما بلعبش تحول عشوائي أو في باص واتنين بس، لا. تعال نشوف بقى ماشي الهجمة دي وشوف هتطلع على كام باص من ضغط المنتخب الألماني. ماشي الصورة معانا، كرة هنا، ثانية واحدة بقى. بص لعيبة منتخب المكسيك موجودين ازاي ومتجمعين في حتة واحدة عشان يحافظوا على استحواذ الكرة، مش مجرد ان انا العب كرة طولية فيبقى سكند بول تاني للمنتخب الالماني. انا حتى في خروجي في التحول انا راجل بحافظ على الكرة، عقيدتي الحفاظ على الكرة. ماشي بقى الهجمة معانا، هتلاقي الكرة بعد ما اتجمعت في حتة واحدة الراجل الجناح الايمن فاضي تماما. نركز بقى في الجناح الايمن ده، لان الجناح الايمن ده هنشوفه مع الزمالك في المباراتين اللي اتلعبوا. ماشي الصورة، بدأت الهجمة تاني تتحرك ويبدأ عملية الخلخلة مع الاستحواذ في المباراة الأكثر سمعة شهرة. ان هي او الأكثر شهرة فعلا ان هي مباراة التحولات. شوف بقى ترتيب الهجمة، ماشي الهجمة عادي جدا، الباص والتاني، بدأ المهاجم اهو نزل عشان يعمل التمريرة، ماشي الكرة هيلمس للجناح، وفجأة هتلاقي الراجل جوه منطقة الجزاء. نمشي الصورة اللي بعديها، الراجل جوه منطقة الجزاء من نفس المكان اللي لوزانو أحرز منه الهدف، ولكن الكرة دي هيتعمل لها بلوك. فبالتالي انت بتتكلم في مدرب عنده باترن اتطبق ازاي مع الزمالك. تعال نشوف سريع في مبارتي الدوري امام كلا من دي مباراة سيراميكا، ماشي الهجمة عادي جدا. هنا قلب الدفاع او الراجل رقم قلب الدفاع بيبدأ على مين اللي نزل ده؟ ثانية واحدة بس، اللي نزل ده سيف المهاجم. فانت عندك نفس الباترن اللي انت بتلعب عليه، نزل لعب للراجل رقم 8 اللي هو او الدبل 10 زيزو لعب لنداي، وبعد كده نداي دخل جوه منطقه الجزاء واتلعبت الكره العرضيه للجناح الثاني اللي هو يوسف اسامه نبيه. ماشي نفس الهجمه ثاني، الراجل رقم 6 اللي بيبدا الظهير هنا بيستلم الجناح، مين اللي نازل هنا اقرب واحد للجناح؟ ده سيف المهاجم. ماشي الهجمه، دخل هنا نداي بالظبط بقى مهاجم، اتلعبت للناحيه اليمين اللي دايما فاضيه لزيزو اللي هيلعب الاوفر وهيبقى التلاتة جوه. بالظبط منطقي جدا جوه. والهدف بالظبط، برافو يا عمر. نفس القصه هتلاقيها في مباراه المقاولين، من رقم 8 للجناح تاني الجبهه اليمنى هتتلعب، مين الراجل اللي جوه منطقه الجزاء ده؟ ده نداي، وفي ظهره ناصر منسي اللي هو المهاجم. فدايما هتلاقي الباترن والشكل بتاع أوزوريو محفوظ. احنا ظلمناه بانه رجل التحولات ممتاز. فبدات جماهير الزمالك تتخوف، انا جايب مدرب بقى هيلعب تحت الكوره، لكن الحقيقه لا ممتاز. راجل عقدته الاستحواذ على الكوره. هل ده محتاج وقت في خطر يبقى موجود في السوبر ولا هو هيعمل كده؟ يعني هو هياخد الريسك. وذكاء، جزء كبير جدا من ذكاء أوزوريو بالمناسبه انه تعامل مع مباراتي المقاولين وسيراميكا على انهم مباراتين استعداديتين للسوبر. صحيح. لسابق معرفته ان دي مباراه بطوله فهتوفر عليها كريدت كبير جدا مع جمهور الزمالك. لكن خلينا نتفق ان هو عنده تحديات كبيره جدا مع فريق الزمالك ولاعيبته، اهمها العامل البدني، لان السلوجن رقم واحد عند أوزوريو واللي خلاه تفوق مع المنتخب المكسيكي ان هو راجل بيهتم جدا جدا بالعامل البدني. قبل ما نسيب الزمالك ونروح للريال والسيتي، في نقطة مهمة جدا، كنا في أول الحلقة موجودين في الجزائر وكأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة. منتخب الجزائري عنده لعيب بيلعب في الدوري المصري، بيلعب في الزمالك، اسمه زياد محمد علي. زياد من ناشئين الزمالك، موجود في الزمالك من هو 8 سنين وبعد كده ابتدى يتصاعد. كابتن جمال عبد الحميد يعرفه كويس ويعرف إمكانياته كويس. زياد مهاجم
بيلعب 9.5 احيانا، يلعب جراح احيانا، بيلعب في اكتر من مكان. مدربينه في قطاعات الناشئين في الزمالك قالوا ان ده A1 17 سنه. والراجل حصلت مشكله صغيره فيما يتعلق باصابه تعرض ليها، فمين بيعالج حاجه صغيره يعني، فحصل خلاف ما. والده والد زياد محمد علي عمل انترفيو من يومين بيقول فيه انه زياد اولويته الزمالك، واحنا عايزين الزمالك، والاهلي عايزنا، والاهلي عايزنا لعيب جزائري مع المنتخب دلوقتي في كاس الامم الافريقيه اللي هي بتصعد لكاس العالم، موجود في قطاع الناشئين في الزمالك الراجل بتاعك، والاهلي يريد الحصول على خدماته لو ما توصلتش معاه لاتفاق. دي المعطيات. الناس بقى اللي بتشوف قطاع الناشئين بيبصوا على الولد، عارفين امكانياته، يتصعد لسه شويه، مهم مش مهم، لكن دي المعلومات الموجوده لحد دلوقتي. وفي اعتقادي ده ارث بالنسبه للزمالك في المرحله الحاليه، ان انت مش قادر تصرف كتير. طبعا فده ارث طبعا. لقيت حل مش هيكلفك اصلا، بالعكس صحيح. موجود ومتالق وواخد صفه اللاعب الدولي حتى في قطاعات الناشئين، دايما بيسموهم لعيبه منتخبات من وهو صغير يعني. صحيح. طيب على ذكر اسوري وامريكا الجنوبيه، في الارجنتين فاز بوكا جونيورز على ريسنج بثلاث اهداف مقابل هدف في الدوري الارجنتيني الجوله ال 14، بينما في البرازيل لسه بادئين في الجوله الثالثه، حقق بالميراس الفوز على كورينثيانز بهدفين مقابل هدف. نتابع اهداف المباراتين ونرجع، لانه مع الرجعه لوكا مودريتش اتصاب، فايه اللي هيحصل وايه اللي هيحصل قدام سيتي عندما يواجه ريال مدريد مانشستر سيتي، هنتكلم في ده ولكن بعد ما نشوف الاهداف. طيب لوكا مودريتش، يقال انه في طبيبه في كرواتيا بتعالج حالات الاصابات العضليه في ايام قليله. كريستيانو رونالدو كان عنده اصابه بعد نهائي اليورو في 2016، اتعالج في وقت قليل جدا بعد ما كانت الاصابه هتاخد شهور. اساموا أجيان كان محتاج شهر للعلاج في 2012 تقريبا، عالجته في يوم. في حالات تانية قلشت، دييجو كوستا راح لها قبل نهائي تشامبيونز ليج 2014 اتلتيكو ريال مدريد، عالجته بعد بدايه الماتش، خرج في اول 10 دقائق. فان بيرسي راح لها ما قدرش. جوكوفيتش راح لها وفي بطوله استراليا المفتوحه كان داخل وهو مصاب، خد البطوله في النهايه. مودريتش راح لنفس الطبيبه علشان يتعالج من اصابته على امل اللحاق بمباراه مانشستر سيتي. ده الخبر. النقطه بقى هنا، ماذا لو لم يلحق مودريتش بمباراه مانشستر سيتي؟ ايه الحلول بالنسبه لكارلو انشيلوتي؟ وهل جوارديولا المره دي ما هياش مره الفم حاجه وسيتي الموسم اللي فات غير سيتي الموسم ده؟ نتكلم مع بعض. يلا يا فندم. بص، غياب مودريتش يقطم وسط اي فريق. طبعا لعيب يعني خلاص، يعني مش هنتكلم بقى ونقول جامد وبتاع، بس تعالى نشوف ادوار مودريتش في الملعب وماذا سيعاني وما الذي سيعاني ريال مدريد في مباراه مانشستر سيتي في حال غياب لوكا مودريتش، اللي هو بالمناسبه زي ما انت قلت عمل العمله دي على امل ان هو يكون موجود. بس خلينا نتكلم في فكره ان هو مش موجود. دي مباراه نهائي تشامبيونز ليج الماضيه، ليفربول ريال مدريد. ماشي. دي كاميرا عظيمه جدا، التكتيكال كام بتاعه المباراه، ودي مش كاميرا البث التلفزيوني. فالكاميرا دي بتوضح لك قد ايه قيمه اللاعب والتحرك. بنى يورجن كلوب استراتيجيته في المباراه دي على نفس اللي عمله مع برشلونه في مباراه الريمونتادا الشهيره، وهي فكره المطارده مش الضغط. انا هطارد كل اللعيبه في كل مكان، فهمنع الكوره ان هي تخرج من ريال مدريد من التلت الاولاني. فكان مكلف دائما وابدا جوردان هندرسون انه يضغط على توني كروز في عمليه البناء، لان بمنتهى البساطه انشيلوتي وقتها وما زال بيعتمد على توني كروز يبدا في الحته الاولانيه عشان المساحه تبقى اوسع، ومودريتش لانه بيجيد اللعب في المناطق الضيقه يبقى هو اللي في المنطقه الاماميه والمنطقه ما قبل الاخيره. ماشي بقى الهجمه معانا، هتلاقي ان مجرد ما استلم توني كروز ضغط عليه هندرسون ومودريتش فاضي في وسط الملعب، بس الكره مش هتقدر توصل. ماشي بقى الهجمه، هتلاقي ان اضطر على طول مطارده هندرسون، الكره ترجع تاني لقلب الدفاع. ماشي فريم فريم عادي جدا معانا، هندرسون ضغط تاني على توني كروز، كل ده مودريتش معزول تماما، والكره اتلعبت كره طوليه بلا اي معنى، طلعت رميه تماس. ماشي في الشوط التاني، لجأ هنا الحل السحري اللي بيوجده لوكا مودريتش. قيمه مودريتش بقى، لان ممكن نستمتع بمودريتش الله على الباصه، الله بص ده عنده 37 سنه وبيجري، بس بص ازاي بيكون متنفس لفريقه وهو مخنوق 60 دقيقه. دي هجمه الهدف. ماشي بقى كده الهجمه، لان توني كروز لازق فيه مباشره في عندنا هنا في الاوت اهو هندرسون، زي ما احنا الكره ترجع لمندي، مندي هيبدا يمشي الكره، مشي للفريم فريم معانا بالظبط عادي جدا، راحت لكارفخال وصلت هنا للوكا مودريتش.
مودريتش عمل ايه؟ قيمه مودريتش انه عمل الديلي على الكره طلع روبرتسون بره تماما. ممكن نرجع لها يا جماعه، نرجع فريمين كده بس لورا عشان نفرج الناس على الموضوع ده. مودريتش اللي هيجيله الكوره اول ما استلم مودريتش جاله على طول مباشره الراجل روبرتسون كويس عشان يضغط عليه كويس. فبالتالي استلم بقى هنا مودريتش مشي بقى الهجمه معانا، ما عملش زي توني كروس ما رجعش بوشه تاني، ده اللي هيفتقده ريال مدريد مع ضغط حافظ على الكوره علشان روبرتسون يفضل في المكان ده. بالظبط لما عمل كده ما جالوش روبرتسون بس، ده جاله روبرتسون وتياجو الكانتارا، ففض ثلاث لعيبه دفعه واحده، اولهم كارفاخال اللي هو عمل معاه السويتش، تانيهم كاسيميرو اللي هيستلم الكره ماشي بقى الهجمه بالظبط، تانيهم كاسيميرو هيطلع بلمسه واحده فيدي فالفيردي في ظهر روبرتسون. روبرتسون اللي اتخدع بالطعم بتاع مودريتش، ده اللي هيفتقده ريال مدريد في غياب مودريتش، فكره الديلي الوقوف على الكوره، انك ازاي تقدر تعمل المصيده دي لاي فريق. عشان كده هتلاقي ان مودريتش في وده هدف التتويج بالمناسبه، هتلاقي ان مودريتش ديلي مودريتش يساوي دوري ابطال يعني 100% 100% دي قيمه اللاعب. بالمناسبه ده النهائي، انت في مباراه تشيلسي اللي رجعك وش رجل مودريتش، خد بالك بقى. لا بس دي اجمد رقم، ايه اللي هيجيب لك دي؟ مفيش احصائيه اللي هيجيب لك دي. عشان كده بقى انت كده حطيت ايدك على الجرح، ان الرقم عامل مساعد. دي ولا تحسب حاجه، اه والله دي ولا حاجه، ده كبير على فكره، دي مش كي باس، دي اخرها دي ولا حاجه، باص صحيح باص سليم، لكن هي دي الجون صح، هي دي الجون. تعال نشوف معانا بس كام رقم كده سريعا يوضح لوكا مودريتش في الموسم الحالي وايه الحل الوحيد اللي ممكن يكون موجود، الخرايط بتاعه لوكا مودريتش اللي معانا، عشان الحل الوحيد اللي ممكن يكون موجود لريال مدريد في غياب لوكا مودريتش. يلا بينا يا فندم. الصوره اللي معانا احصائياته الاول موجوده معانا على الشاشه، فينيسيوس جونيور رقم واحد، دي المشاركات، دي المشاركات طيب. دي لعيبه ريال مدريد بالدقائق ماشي. اللعيب بص لوكا مودريتش مشارك في 2001 دقيقه وهو اكبر لاعب في المجموعه كلها 2101 اوكي 37 سنه تمام، ظهر في 33 مباراه واحرز 6 اهداف وعمل 5 اهداف أوكي. تمام ماشي بقى الصوره اللي بعديها، دي اماكن استلام لوكا مودريتش للكوره. هنا الديلي اللي بيساوي دوري الابطال، الاماكن الاكثر احمرارا هي الاماكن الاكثر استلاما للكوره. استلم الكوره ما يقرب من 25% في المنطقه اللي من البوكس تو بوكس اللي في قلب الملعب المنطقه المؤثره، واكتر و15% في المربعين اللي امام منطقه الجزاء. فعمليه صناعه اللعب والديلي والاستلام الكره والحفاظ عليها في المنطقه دي، دي اللي هيفقدها ريال مدريد. أوكي. شوف الصوره اللي بعديها عشان نقول هنا سريعا، ده تطور لوكا مودريتش في الموسم الحالي من 2017 2018 للموسم الحالي اللي هو 2022. هقول لك بقى ل 2022 في كل الارقام دي يا محمودي هتلاقي ان الموسم الحالي هو اكتر موسم او تاني اكتر موسم على الاقل من موسم 2017 2018 خد فيه البالون دور. انا هنا عايز اوضح لك ان الخساره السنه دي فادحه اكتر من اي سنه تانية ماشي. لان هو مثلا الشانس تو كرييشن الاكس جي 81 في موسم اللي هو اول واحد على الشمال خالص ده، في موسم 17 18 اللي خد فيه البالون دور كانت 70 اوكي تمام. الناحيه الثانيه البول بروجريشن كانت 83. النهارده كل صوره من دول ابص على اول رقم على اليمين واخر رقم بالظبط اول رقم على الشمال واخر اول رقم على الشمال ده اللي هو كان ال 70 لما خد البالون دور 81 اوكي. الناحيه دي في البروجريشن تطوير الهجمه من 83 ل 62 ده ثاني اكبر رقم. اللينك اب باسنج التمريرات اللي بتربط الخطوط 79 وهو بالون دور 78 السنه دي. فبالتالي التاثير الرقمي ليه السنه دي تاثير كبير جدا بجانب الحاجات اللي لا ترى بالعين زي ما عمل في نهائي تشامبيونز ليج. انت شايف ان سيتي واقعي اكتر فهيتعب الريال كمان اكتر في بشكل كبير جدا، لان كمان الريتي سيتي بقى اصبح اكثر مباشره مع بيب جوارديولا ودي قصه ثانيه يعني. اخر حاجه معايا قلت له عايز اهم 5 اجنحه على مستوى العالم النهارده، يمين ماشي شمال ماشي هتعمل ميكس ماشي، فرقم 5 رقم 1 تعدهم لي. يلا بينا يلا فندم. رقم 5 معانا اهو الواحد بوكايوس جاك جريليتش تطور بشكل كبير جدا كجناح ايسر لفريق مانشستر سيتي، وانا ما بحبوش بصراحه ولا انا والله بس الحقيقه تقتضي والامانه ان الراجل ده اتطور بشكل مرعب في الموسم الحالي واصبح واحد من اهم مفاتيح اللعب، واحد من الناس اللي خلت بيب جوارديولا يلجا لفانتازيه 3 2 4 1
لانه بقى عنده القدره على الحفاظ على الكره وصناعه اللعب. طيب شوف بقى رقم هشيله عشان يمكن اتخانق معاك في حاجه بس ماشي. اربعه بوكايو ساكا طبعا. ساكا كجناح ايمن بالقدم اليسرى، واحد من اهم عناصر فريق ارسنال اللي وصل بيه ان الفيل يفضل على الغصن كل هذه الفتره وان كان الغصن ما استحملش يعني. صحيح. رقم ثلاثه اهو رافائيل لياو. اهو الغزالة رايقة. هو غزالة فعلا. الغزالة رايقة. لعيب ممتع جدا. طبعا. لعيب رائع. لعيب مساحات. لعيب مساحات ضيقة. لعيب هداف. انا بشوف ان رافائيل لياو اوكي. خناقة الميركاتو في السنين اللي جاية. رقم اتنين. صلاح وفينيسيوس. محمد صلاح. صلاح تاني. ماشي. محمد صلاح رقم اتنين. اعظم جناح هداف في عالم كره القدم حاليا. صحيح. اللي خلاه رقم اتنين ايه لفينيسيوس؟ تطور فينيسيوس. صلاح على الفيز ولا موسمه افضل يعني موسم فينيسيوس والريال نفسه موسمه افضل، لكن صلاح في الحته دي بقاله سنين. فتمام، انا هدي بس كريدت للراجل اللي بيتطور. ففينيسيوس هو افضل جناح. الاربعه هايلين، شيل جريليش وحط رياض مهما كان تحت اي وضع. انا معاك، بس نفس اللي طبقته على فينيسيوس بطبقه على جريليش. التطور، الراجل ده ما كانش كده بقى كده. اسال هالاند هيقول لك خد رياض وما خدش جريليش. يعني نورتنا وشرفتنا يا نجم، سعيد بوجودك معايا كالعاده. حبيبي عمر، شكرا جزيلا ليك. شكرا لكل مشاهدينا كالعاده. اثنين وجمعه، لكن اللي جايه سوبر مش سوبر ليج، لكن السوبر المصري اهلي وزمالك. فالجمعه الجايه مش مع حضراتكم، لكن الاثنين ان شاء الله موجودين معاكم في تمام التاسعه. شاشه اون تايم سبورتس 2 لكم مني ومن كل فريق العمل كل التحيه من استوديوهاتنا في القاهره، والى اللقاء.